السنين الطويلة اللي عدت من وقت الحادثة لمرحلة علاجه الطويلة للوقت اللي نقدر نقول فيه إلى حد ما الأمور مستقرة على ما هي عليها، وبعد كده بدأ يتقدم في شهاداته ودراساته وأبحاثه اللي كلمنا عنها كتير. هل أنت كنت متوقعة دكتورة نادية كل النجاحات اللي حققها مانو واللي النهاردة جايين بنحتفل بيها؟ لا، أنا ما كنتش أتوقع إن مانو بالشخصية المثابرة دي قوي. وأنا هقول لك ليه، لأن مش عشان اتدلع الولد، يعني طلع ما يعرفش يعني إيه مسؤولية، فكنا شايلين من عليه كل حاجة أنا وباباه، فالولد مش واخد على إن في مشاكل في الحياة. ومرة واحدة اتصدم باللي حصل مرة واحدة، أنا ما كنتش متخيلة، يعني أنا عشان كده ما كنتش عايزة أقول له هو عنده إيه، علشان ياخدها حتة حتة وربنا يتعامل معاه. أنا طبعا كنت بصلي ليل مع نهار، يعني ده يعني أنا فخورة بيه جدا جدا جدا.